بسم الله. حنا الان مساكنه ديال دوار تادلاوي ملايه العربي وقصو قبليين جماعه سيدي الغندور. حنا اليوم جايو كنهضروا على الدوار ديالنا انه خاص جميع المواد اللي كتهم الساكنه، منها التطهير، الويدان ما كاينينش، الديور بقاوها بالخنز، الماء غادي في الزناقي، الحفاري كيجيو الحديد وكيطيحنا في الحفاري والدراري كيطيحوا لنا في الحفاري، واخيرا زادوها لنا بالنفايات. النفايات هذه مده شهر وندخلوا على النفايات، كما كتلاحظوا قدامكم ها انتم شوفوا النفايات كي ولاو الحالات، كلشي الازقه والشوارع عندنا ما فيها ما تشوف، الحاله لا يرتدعها ما فيها ما يتشاف، ليكو علينا ما كيدوهاش فينا، ما كيعطوناش الاهميه للدوار. الناخب اللي جا كيدير الاعمال ديالو ويدير المصالح ديالو كيخلي الدوار ما كيديهاش فيه، الكهرباء الشوارع ما كاين لا بولا لا والو، ما كاين حتى شي ضو، كتجي بالليل كتقدر تصادف مع شي حشره، تقدر تصادف مع شي كلب مسعور، تقدر اي حاجه كتوقع. حنا عايشين هنا مهمشين، حنا كساكنه متهمشه ما كيديها فينا حد، كيعرفونا في وقت الانتخابات صوت علينا صوت علينا، هذه حتى شي حاجه ما كاينه. الحاله اللي كنعيشو كنعيشو مهمشين الى اقصى درجه. التطهير ما كيدوهاش فينا، كل مره يقول لك غادي ندير لكم التطهير، الميزانيه قاصحه، لا والو الميزانيه ما كايناش، حنا داك الشيء ما كيهمناش، كيهمناش واحد اللي يدخل يدير الواجب ديالو، خص الساكنه قال لك تشري البوره يشربوهم من جيبهم، الاناره من جيبهم كيشريو، كيتجمعوا السكان يشريو بوله وحده، الدوار كامل كافيه جوج بولات. حتى شي اناره ما كايناش، ما كان لا واحد الحاره حتى حاجه، كان الحفاري وكيطيحوا فيهم الحديد. الطوموبيلات كيجيو يطيحوا في الحفاري، اللي دار شي قوادوس يجيو الحديد كيتهرس، الحفار الماء كيمشي تحت السيسان ديال الديور، حنا راه مضرورين الصراحة. من قبل شكون اللي كان كيجمع هاد النفايات؟ من قبل كانت مشينا للجماعة علمنا ليهم، وتيجيو داروا لنا التراكتور كيدوزو كيجمعوا النفايات، دابا هادي مدة شهر وخلاو هنا ما بقاش داروا، شهر دابا وما جاو ما داروش يديو النفايات ديالهم، خلاونا مهمتين. أما التطهير ما نهضروش عليه، هذا طول حياتنا حنا ساكنين ما كانش لا التطهير لا حاجة. كل واحد كيجي كيعطينا العهود يقول الكلمات ديالو غادي نبداو غادي نديرو غادي نفعلو، حتى حاجه ما بان حتى شي اثر. السلام عليكم. نهضروا على الساكنه ديال تادلاوي اللي هي كتعاني من واحد المدادعة ديال 10 سنين او اكثر، حنا كنعانيو من هذا الشيء هذا. اولا بعدا نهضروا بعدا غير على الضو، هو الاول كاع هي الايه كان محمد سيدنا صلاه الله كان عطى الضو المال الساكنات فين ما كانوا، حنايا كنعانيو دابا بالديور حدايا هنايا كان واحد 10 ديور ما عندهمش لا ضو لا ماء، منهم ها وحده ها الثانيه ها الثالثه الرابعه والخامسه والسادسه والسابعه والثامنه. دابا كان دوك الديور اللي ما فيهمش الضو كاع الضو اساس ديال الدار ديال داخل ديال الديور، ما عندناش الضو ها وحده، وكاين الناس اللي ما عندهمش الماء ديناه بالالتزامات باش عطاونا الماء. التراكتور ديال النفايات كيجي عندنا من 15 يوم ل 15 يوم مره في الاسبوع، دابا واحد مده شهر هي ما جاش عندنا ها الاولى، والثانيه الماء ولا ما عندنا كلشي مجموع كاع في الزناقي، الضوء ديال الزناقي ما عندناش، عندنا واحد 4 ضبوات في هاد الساكنه اللي فايته واقيلا واحد 200 دار او 300 دار. التقريب ديال تكون واحد 300 دار ولا اكثر، عندنا فيها 4 ضبوات شوارع 4 ضبوات اللي كاينين، وثانيا دابا الدراري الصغار دابا انا بغينا نعرفوا هادو فين غيقراو، الدراري الصغار فين غيقراو؟ عندنا واحد المدرسه هنايا حدا السادس، السبيطار ما عندناش، الامن ما عندناش ياك، ونزيدك وحده اخرى كاع اللي صعيبه كاع اللي صعيبه كاع في خباك ما عندناش كاع حنا الجامع هنا فين يصليو الناس. قول الجامع وحده عندنا 300 دار، ما تنهضرو غير على الدوار، هذو حتى الدوار ديال بنين مسكينين كاين الفوق حتى هو راه محسوب علينا حتى هو، الجامع ما عندناش، المسجد ما عندناش مده اش مع المده دابا ديالناش؟ ديال مده 3 سنين وربع سنين ما عندناش الجامع، فين نصليو؟ هذا غير جامع بيت الله ما عندناش. كانوا وقفوه راه الاول واقف ما خدامش، هو الثاني هنا ما خدامش، راه حدا المدرسه راه ولكن معسوب على جهه اخرى. المسؤولين حنا ما بغيناش نديروا هذه المجموعه هذا ونوضوا نطلعوا للمدينه ونديروا الهيرالا ونديروا شوي قدام العماله، ودابا بغينا نجمعنا حنا في وسط الدوار ديالنا وبغينا نهضروا على هذا الشيء اللي خاصنا، رحم لهم الوالدين يلقاو لنا شي حل.
حنا ما بغينا والو، راه بغينا غا الضو والماء وليتنا فين يقراو والسبيطار ما عندناش والامن، الامن وتطهير الامن. خبرك الامن ما عندناش في هذه الحومه، يجي عندنا كاع فانا بغينا، حنا ما بغينا والو، ما بغينا حتى حاجه. الحمد لله عندنا كل شيء اللي خاصنا، هذا الشيء وهذا خمس سنين دابا هذه، ما حنا ما شفناش المرشح، ما شفناش كاع المرشح تاعك، ما تخطيوش عليا. المرشح دابا حنا ما بقاش كنشوفو، كنشوفو غير من الانتخابات، الانتخابات اللي كنشوفو. واش غنبقاو حنا ديما عايشين هكا؟ دابا الدري هذا بغينا نعرفو، الدري دابا كنصيفطوهم غير الحانوت بالليل، يمشي يتقدا لنا من الحانوت، قالو كنخاف الظلام. راه الدار فيها 400 ولا 500 دار، عندنا 4 البورد كيشعلوا في الشوارع، 4. راه انا كيبقى فيا الحال ملي كنكون انا ساكن وعندي الضو والماء وجاري ما عندوش الضو، راه عيب. اش راه عيب؟ واش غنبقاو حنا ديما نديرو الشكايه، ديما نديرو المظاهره، ديما نديرو ديما 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 حنا نبقى نغوتو؟ والترقان ما عندناش، واجاو يضحكوا لي ذوك الايامات بالنيب ولا شي حاجه ما كاينه، وما عندنا الترقان، ما عندنا ضو، ما عندنا ما عندنا السبيطار، ما عندنا مدرسه، مدرسه ما عندناش، مدرسه كيقرا نص نهار ونص نهار ما كيقراش، قسم كيقراو فيه اربعه الاساتذه، اربعه، وهادو غادي يصيفطوا حنا للمدينه 7 كيلومتر. الدراري غيمشيو بوحدهم من المدينه يقراو؟ انا ما فهمنا والو في هذا الشيء. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. حنا كنتواجدوا في جامعه ايت العربي وقسو، هذه الجامعه اللي مهمشه، الناس اللي هما مسؤولين ما كنشوفهمش كاع في مره، كانوا يصيفطوا لنا واحد الايامات شي واحد التراكتور كتجمع النفايات، شويه ولات كانت تجي جوج خطرات في السيمانه، شويه ولات تجي مره واحده في السيمانه. دابا مع هاد الانتخابات هذا ولا قطعوها في مره، تا الكرفي ها هو، شوف لا بوبيلا مليوحه غير في الشوارع، الخنز، الدود، العفن، هذا هو اللي كيسبب في الجراثيم والامراض لكاع للناس. وتا السبيطار اللي مرض دابا فين غادي يمشي؟ خصو يمشي مالها في 10 كيلومتر ولا 15 كيلومتر حتى لجامعه الغندور ولا سيدي مزيان. وانت كتشوف عاوتاني الشوارع غا الغبره غا الترابات، البوله اللي بغا شي بوله تيشريها لراسو يركبها لراسو، الناس ما تيهمهمش كاع الامر. الازقه ما عندهمش لانين والو، البوطوات من غادي ياخذوا ولاو الا كاين بعض الركيز تمشي لهم لتما بحال العش ديال الرتيله، ماشي حشومه هذه. فينا هو راه يديروا لي كود سيركوي تمايا تشعل العافيه في هاد الدوار هذا كامل، ومتى تمشي شوف مع ما تهضر. واش هاد الناس ماشي بشر؟ واش هادو ماشي ناس ما عندهمش حق تاهما في العيش الكريم؟ راه حشومه هاد الشيء، راه عيب. يلا راه عيب، قبل الانتخابات تيجيو تيوعدونا، قال كاين هاد الشارع، كاين شارع الاخر، كاين الواد الحار، كاين. ومين سولناهم دابا بسميتو غالي سمو؟ قال لك تيضحكوا عليكم، هاد تيكذبوا عليكم. اذن فين هي الحقيقه؟ ولمن غنلتجؤوا؟ لمن؟ ما كاين شيء، ما عرفناش شنو غنديروا مع هاد الناس هادو. الماء غادي كيجري مع الطريق، والحمد لله راه سا ماجيستي اعطانا الحق في الماء وفي الضوء، خاص كل واحد يستافد من الضوء. هاد الناس هادو هما ساكنين هنا حدانا، مشاو مساكن اتفقوا وشراو البوطوات من جيبهم ودارو لالين من جيبهم باش يضويو حتى هما بحال الناس، واللي ما عندهمش هي هنا مساكن ما فحالوش. قلت لك اخويا مشيت غادي بالطوموبيل هكايا، وقفت عليه قلت له الله يرحم الوالدين سي مرشح ديالنا، قلت له الله يرحم الوالدين خصنا واحد البوله في الزنقه، قال لي سير شريها، اقسم بالله ما غنكذبش عليك. قال لي سير شريها كيما شراوها الناس، كل اللي شراوها في الناس راه عطاوها لهم ثلاثه البولات. قلت له حنا عندنا وحده راه انا عطاها واش تطفى واش تشعل قديمه لا صيانه، ماشي من هذوك الجداد. السلام عليكم، انا واحد من الساكنه ديال هذا الدوار هذا، كيف ما تهضروا الاخوه قبل مني، المعاناه ديال الدوار هي معاناه كثيره. انا شخصيا تراس واحد الحومه، انا واحد الجمعيه ديال واحد الحومه هنا، كان خاصنا الضو من شهر واحد ديال العام اللي فات، وانا تنطلع وتنهبط على هذه المساله ديال الضو. سيدي كلاو، جاو مقاولين كلاو منا الفلوس ومشاو هربوا زادوا، ما عليناش. طلعنا عند رئيس الجامعه، طلعنا عند رئيس الدائره، طلعنا عند، يعني ما خلينا حتى شي جهه مسؤوله ما مشيناش عندها. المسؤولين كلهم اللي كنا كنمشيو عندهم بالخصوص الجامعه ديالنا كانت كيدفقونا كيقولوا لنا بانك الا بغيتي تدخل الضو راه خاصك تمشي عند صحاب الضو. تمشي عند صحاب الضو تيقول لك المساله ديال البوطوات خاصك تمشي عند صحاب الجامعه. وكنطلعوا لهاد الجي ويلحونا لهاد الجي ويلحونا لهاد الجي بحال شي كره. حتى ملينا تقريبا 6 شهور وحنا تنجريو. من بعد تلقى لنا واحد الاخ هو اللي ورانا الطريق وقال لك بان الجامعه او الناس ديال الضو راه ما غادي يفيدكم بحتى حاجه. الحاجه الوحيده اللي ممكن توصلوا بها لهاد المساله ديال انكم تدخلوا الضو، انكم غادي تشوفوا لكم مقاول
وغادي ديروا الخدمه اللي خص دير الجماعه شنو هي؟ انكم غتشدوا مقاوي وغادي ديروا وغادي تفاوضوا مع او غادي تشدوه كخدمه وغادي هو غادي يجيب لكم بوطوات، يعني تخلصوا ليه بوطوات وتخلصوا ليه الكابل وتخلصوا ليه الاتعاب ديالو، عاد ممكن يوصلكم البوطو لحدا الضو، ومن بعد عاد ممكن تمشيو عند صحاب الضو وغادي تقول لهم بان البوطو راه كاين حدا الدار، واش ممكن تدخلونا الماكن؟ عاد ممكن يجيب لكم الماكن. حنا سيدي هنايا في هذه الحومه هذه اللي كنعاود لكم عليها، من بعد ما قمنا بهذه الاجراءات هذو ان جبنا مقاول وكلفناه ودرنا معاه الثمن وجرينا معاه، جاب لنا ثلاثه ديال البوطوات وتخاوننا بجوج ديال المليون سنتيم. كيف يعقل ان مواطن يقوم بالعمل اللي من الواجب الدوله تقوم به، اننا حنا غادي نخلصوا البوطوات والبوطوات ماشي ديالنا يعني تابع للدوله، وفي نفس الوقت من بعد ما تتحطاد البوطوات كطالب منك الشركه بانك غتبقى تخلص ليها داك البوطو اللي انت وقفتيه، من بعد ما انت خلصتيه عاود تخلصه مره اخرى، يعني ب 40 درهم في الشهر ككريدي لذاك البوطو اللي انت اصلا مخلصه. واش كاين شي ظلم اكثر من هذا الظلم هذا؟ هما هذوك الحومه بالضبط، وتزيد انتم نجيبهم ندخلوا الركايز من جيبهم جوج ديال مليون سنتيم اربعه ديال الناس باش جبنا البوطو، عاد من بعد هذه العمليه هذه مشينا عند صحاب الضو وقالوا لنا دابا ملي جبتوا البوطو عندكم يمكن لكم تدفعوا الوراق باش تجيبوا لكم الكونتور، عاد غادي تخلص الكونتور ب 24 والبرونش مو ب 20 راه غادي المليون والصرف باش تدخل الكونتور ديال الضو، هذا راه ماشي معقول.